الحمد لله رب العالمين، اللهم تتابع برك، اتصل خيرك، وزاد عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبقى لنا حاجة إلا وقضيتها بفضلك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ورحمته للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه ورفقاء دربه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كل عام أنتم بخير، فما زلنا نعيش في شهر ربيع الأنور، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا في احتفالاتي بليالي المولد وجمع الشهر الكريم، إنما أسلط الأضواء على موقف أو مشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستلهم العبرة ولنستفيد من الدروس. وهذا هو الوجه الأمثل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وبعد، أصيبت قريش في يوم بدر بهزيمة نكراء، قتل الأكابر فيها، وقتل الفرسان المغاوير. كبار قريش كانوا صرعى مجندلين في دمائهم في يوم بدر، وكتب الله عز وجل: لأغلبن أنا ورسلي. فأمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفيلق من ملائكة الرحمن، فاستطاعوا أن يهزموا قريشا، وكانوا ذا عدد وعتاد. قتل الأكابر أبو جهل، عمرو بن هشام، عتبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، هؤلاء الذين تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا العراقيل أمام دعوته واضطهدوه وضيقوا عليه وعذبوا أصحابه. فلما هزمت قريش أصبح في كل بيت من بيوتها قتيل قتله المسلمون، وكانت زوجة لأبي سفيان هند بنت عتبة ابن ربيعة، قتل أبوها وأخوها وعمها وولدها، وهي الآن زوجة زعيم قريش وسيد مكة الكبير. امتلئت غيظا وحقدا، وسألت: من الذي أدمى قلوبنا؟ قالوا لها: الحمزة قتل أبوك، وعلي بن أبي طالب قتل عمك، واشترك في قتل أخيك وابنك البكري حنظلة ابن أبي سفيان. فأخذ الغيظ يستبد بها. أصبح الأمر في قريش لأبي سفيان، فهو الزعيم، مات الأكابر، آلت إليه الأمور. فجمع الكبار ومن تبقى من الأحياء وقال لهم: لا بد وأن نرد الكرة على محمد ومن معه. ولكن
يجب علينا أن نحتاط للأمر وأن نتدبر الأمر جيدا. قال: وبما تشير علينا يا سيد مكة؟ أصبح سيدا وزعيما. قال: نجري بعض التحالفات مع القبائل بجوارنا كي يخرجوا معنا حتى نقضي على محمد ومن معه. ونجح الرجل بدبلوماسيته وبما كان عليه الأعراب من طبائع الخيانة والغادر، فكون جيشا عرمرما قوامه 3000 مقاتل، واستعدوا، وتطايرت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا جاءتكم بما لا قبل لكم به، جيش مختلط من قريش وبعض القبائل التي تحالفت معهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا علي، ماذا نفعل؟ قال الأكابر: اعتدنا دائما يا رسول الله، ما غزانا أحد في ديارنا وما تجرأ ودخل علينا إلا وهزمناه، نساؤنا على الأسطح تقذفهم ونحن نصطادهم في شوارعنا ودروبنا وأهل المدينة أدرى بشعابها. قال: موافق. فإذا بالشباب تأخذهم الحمية ويدب فيهم الحماس. قالوا: لا يا رسول الله، ننتظر حتى يدخلوا علينا في عقر دارنا، بل نخرج إليهم مهما كان عددهم فيروا بأسنا وشدتنا وبسالتنا فيتراجعون عما في نفوسهم وعما أضمروا النية عليه. قال النبي: اتفق الفريقين، اتفق على أمر وأنا معكم. استطاع الشباب أن يغلوشوا على الكبار وبدت صيحاتهم، فنزل النبي على رغبتهم وقال: نقابلهم بالخارج. ودخل على عائشة فارتدى ملابس الحرب، فلما خرج وجدهم قد هدأوا. ما الذي جرى؟ قالوا: نبقى في المدينة وهم يدخلون علينا فنصطادهم. قال: لا، أنا خيرتكم فاخترتم، ما كان لنبي إذا ارتدى ملابس الحرب أن يخلعها. اتفقنا أن نقابلهم في الخارج، وأنا خرجت. فقالوا: كما تحب. انطلق الموكب ناحية جبل أحد، في منتصف الطريق إذ بعبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين أوقف ما يعادل ثلث الجيش، ناس وأتباع، وقال: محمد يسمع كلام الصغار ويهمل رأينا وحكمتنا، أنا لن أذهب معه، وكل من تبعني عليه أن يسمع أمري. ورجع بثلث الجيش المسلم في توقيت عصيب، شق عصا الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد الخذلان، ضميره قد مات وقلبه قد نافق وأصبح رأسا للمنافقين. فتحسر النبي داخليا، مش هي وقت الهروب دي ولا الانسحاب؟ احنا اتفقنا وعدينا وخرجنا كده، انت بتخزل عني وتضعف القوة وتلعب على مسألة المعنويات. فنظر النبي إلى من معه وقال: أتموا، فإن الله عز وجل سيؤيدنا بملائكته. وصلوا إلى جبل أحد، وأخذ النبي الكريم يوزع الأدوار والوظائف، فأخذ 50 رجلا من الرجالة المشاة
الذين يجيدون ضرب النبال والسهام، ورأس عليهم عبد الله بن جبير: أنت المسؤول، ابقوا على هذه التبة من أحد لتحموا ظهورنا، واسمعوا جيدا ما أقوله لكم، إن رأيتمونا هزمنا وتخطفتنا الطيور لا تغادروا مكانكم أبدا، فأنتم تحمون ظهورنا، وإن وجدتم أن الله من علينا وأظهرنا عليهم ونصرنا عليهم ومكننا منهم لا تغادروا مكانكم حتى يأتيكم أمر من عندي. قالوا: سمعا وطاعة. قريش تجهزت بجيشها وعتادها، وخرجت مجموعة من النساء تتزعمهم هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، تريد أن تتشفى في قتل أبيها وعمها وأخيها وابنها البكري. خالد بن الوليد ما زال على الشرك يقود فيلقا، عمرو بن العاص ما زال على الشرك يقود فيلقا، صفوان بن أمية قتل أبوه في بدر جاء لينتقم وكان فارسا كبيرا، خالد بن الوليد أسر أخاه وقتل أباه، ما من بيت في مكة إلا وله ثأر عند النبي وأتباعه. وجاء وقت الصدام، فخرجت هند وأختا لخالد بن الوليد وزوجة لصفوان بن أمية وزوجة عمرو بن العاص وبعض النسوة يحملن الدفوف الطار، يضربن به ويغنين ليحمسن الشباب وليؤكدن على عزيمة الرجال. فوقف المطعم بن عدي أحد سادات مكة الكبار وزعمائها المخضرمين ونادى على عبد عنده يسمى وحشيا: يا وحشي. قال: لبيك سيدي. قال: اخرج معنا وقاتل، وأنا أعدك أنك لو نجحت أن تقتل الحمزة بن عبد المطلب فأنت حر، أنت عتيق. فتلهب حماس وحشي، ووحشي كان يجيد تسديد الرمي، ضربة الرمح لا تخيب معه أبدا، عنده النشان جيدا. فلما سمعت هند وهي في هودجها نظرت إلى وحشي وقالت: يا وحشي، إن قتلت لي الحمزة سأعطيك كل ما أملكه من حلي. فداعبه الخيال، عبد مملوك وخادم مستهلك يصبح حرا عتيقا وينال كل الذهب والمجوهرات من زوجة سيد مكة المطاع وزعيمها الكبير، يا لها من ثروة ويا لها من حرية. قال: سأذهب إلى المعركة ولا هم عندي إلا الوصول لحمزة وقتله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. التقى الفريقان وجها لوجه، بدأت بالمبارزة ثم احتدم النزال واختلط الحال، وكان للحمزة يومها دورا مؤثرا، فارسا مغوارا، وكان للإمام علي أيضا، قتل عددا كبيرا، وفي الأنصار فوارس. نعم، وبدت المعركة وهي شديدة عسيرة، لكن الله عز وجل أيد النبي ومن آمن معه، فنجحوا أن يسيطروا على أرض المعركة، والرماة في الخلف يحمون ظهورهم، والمسلمون يفرون ويكرون ويقتلون ويذبحون. فلما رأى جيش الشرك قوة بأس المسلمين بدأ ينسحب، وعمت الفوضى، وبدأوا
يحاولون الهروب، حتى إن النساء خفن أن يقعن أسيرات وسبايا حرب، كل واحدة رفعت عن جلبابها تسرع للهروب، حتى شاهد المسلمون الخلاخيل في أرجلهن من كثرة العجلة ومحاولة الإفلات والهروب. وبدأ المسلمون يسيطرون على الموقف وتأكدوا من النصر المؤزر، فبدأوا ينشغلون بجمع الغنائم. يلحق يمسك بفتاة يأخذها غنيمة حرب، تصبح ملكا لليمين يستمتع بها حلالا طيبا كزوجته وكحليلته، أو ينال ناقة، أو يعسل على درع أو سيف أو رمح مما توافر من هذه الأسلحة يومئذ. فلما رأى الرماة أن إخوانهم بدأوا يسيطرون على الغنائم، حدثتهم أنفسهم: أين نحن من هذا الخير؟ قضي الأمر وتم النصر، هيا بنا كل منا يأخذ نصيبه في هذه الغنائم. فقال لهم عبد الله بن جبير: لا تخالفوا أمر رسول الله. قالوا: قضي الأمر يا عبد الله، نظل ها هنا حتى ننزل فلا نجد شيئا من الغنائم؟ لا، قضي الأمر. وانطلق 40 من 50، تركوا أماكنهم ونزلوا يجمعون الغنائم. وهنا اهتبل الفرصة خالد بن الوليد بما معه من فيلق المشركين، فصعد إلى عبد الله بن جبير فقتله وقتل 9 معه، ووزع من معه في جيشه ليحموا ظهور المشركين، ونادى على أبي سفيان: تعالوا وعودوا فالطريق آمن. ورجع المشركون وحصل كر وفر من المسلمين، واستطاع رجل من الكفار يسمى ابن قميئة أن يصل إلى مكان رسول الله، وهو عليه بسيفه، فنزل السيف على خوزة رسول الله ودخل المغفر في خديه، فسقط النبي في الحفرة، وأعلى صوته ابن قميئة وقال: قتلت محمد بن عبد الله. وبدأ يشيع وأسرع إلى أبي سفيان: لقد قتلت محمدا. وهذا أعطى دافعا للمشركين، وبدأ المسلمون يسمعون صيحات التشكيك: قتل رسول الله؟ قالوا: يقولون إنه قتل. فبدأ المسلمون يتفرقون، جزء قال: نقاتل لنلحق به، دافعنا عنه حيا وسنلحق به شهداء. ما قيمة الحياة بعد موت رسول الله؟ أيموت هو ونعيش نحن على العهد وعلى الوعد؟ وجزء آخر قال: مات رسول الله، انتهت القضية، تحت راية من نقاتل؟ على أي شيء نجاهد؟ قضي الآن. وبدأوا يرجعون إلى يثرب القهقرة، وجزء لا يدري أهو خبر أم إشاعة، فوقفوا أماكنهم. فعادت قريش بقوتها، وقد انفتح أمامها المجال، وقد سيطر رجالها على جبل أحد يحمون ظهورهم، وبدأ القتال يشتد، والنبي ساقط في الحفرة تنهال عليه السيوف والرماح، وإذ بأبي دجانة يلقي بنفسه على رسول الله ليتلقى عنه ضربات السيوف والسهام والنبال والرماح، وهو يصرخ: أنا الفداء لك يا رسول الله، أنا الفداء لك يا حبيب الله. ثم تقدم أبو عبيدة عامر بن الجراح ورفع النبي من الحفرة، وأمسك المغفر بأسنانه يسحبه ليخلعه من وجه رسول الله، فتسقط 6 من أسنان أبي عبيدة، ووجه النبي امتلئ دما من كثرة الجراح، يضرب كفا بكف ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وأسالوا دمه؟ ولم يثبت مع النبي في الحفرة إلا عدد قليل. في هذه اللحظات كان وحشي يبحث عن حمزة، وحمزة ثابت كالأسد يضرب يمنة ويسرة، فجاءه من الخلف، لم يقوى على مواجهة الأسد، إنما هي ضربة بخيانة بنوع من الغدر والخسة،
جاءه من الخلف وشيع إليه حربته، فدخلت من دبره وخرجت من أمعائه، فاستدار ونظر إلى وحشي وشاهرا سيفه وخط خطوات ليصل إليه فيعدمه، لكن خارت قواه ولم تحمله رجلاه فسقط شهيدا وهو سيد الشهداء. أسرع وحشي إلى هند صاحبة المجوهرات وقال لها: تمت المهمة بنجاح، فهل أنت عند وعدك؟ قالت: نعم واللات والعزة، ولكن تراه عيني، تريد أن تتحقق لتشفي غليلها وتخرج غيظها وتتنفس. فأمسكها من يدها وسار بها وقال لها: أليست هذه جثة الحمزة؟ قالت: هو. فأمسكت بسكين وبقرت بطنه وأخرجت كبده وبدأت تمضغها من شدة غيظها وغلها، لكن كبد الشهيد استعصت عليها فلم تطق مرارتها، فبصقتها ولم تقوى على أن تهضمها أو تلوكها بأسنانها، لكنها قطعت جزءا من الأنف وجزءا من الأذنين، وسلطت بقية النسوة أن يصنعن القلائد والخلاخيل من أعضاء الجثث الإسلامية التي استشهدت في أرض أحد. وسار أبو سفيان وقد تمكن له النصر، يضربن بالضيوف بالدفوف وينشدن الأغاني عن النصر والفخر. وجلس النبي على تبة أحد بجواره أبي بكر وعمر والمقداد وعليا ومن تبقى من المسلمين الأبطال، يعرشون على رسول الله يحمونه من السهام ومن النبال. فجاء أبو سفيان مفتخرا مزهوا وقال: أستحلفكم بالله، أفيكم ابن أبي قحافة؟ أو ما زال أبو بكر حيا؟ فأشار النبي: لا تجيبوه، لا ترد عليه. قال: ارتحنا. أفيكم ابن الخطاب؟ أشار النبي: لا تجيبوا. قال: ارتحنا. ثم نظر إليهم أبو سفيان وقال: مات محمد ومات صاحباه أبو بكر وعمر، قد كفيتم، هذا يكفينا، قضي الأمر، أعلوا هبل، هو يمجد صنمه الذي يعبده، أعلوا هبل. فقال النبي: أجبه يا عمر. فقال له عمر: يا عدو الله أخزاك الله، الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. قال: من يكلمني؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: أو ما زلت حيا؟ قال: كلنا أحياء، كلكم أحياء. قال: نعم. قال: يا عمر أصدقني القول، ابن قميء قال لي إنه قتل محمدا، فهل قتل ابن عبد الله؟ قال: لا وربي، بل سليم معافى وهو يراك ويسمعك. قال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة، أعرفه أنه رجل ضال وكذاب أشر. أو ما زال ابن أبي قحافة عندكم؟ قال: يجلس بجوار رسول الله ويراك ويسمعك. قال: يا عمر اسمع مني، ستجدون في قتلاكم مثلة أنا ما أمرت بها، لكني ما غضبت منها، أنا لم أمرهم بالتمثيل، لكني ما حزنت، لتعرفوا ما قد كان. ألا تجعلون موعدا ثالثا طالما أنكم أحياء لنفصل في الأمر؟ فقد غلبتمونا في بدر وغلبناكم في أحد، ألا نتقابل العام القابل؟ قال له النبي: أجبه وقل له: نعم يا أبا سفيان، نلتقيك العام القابل. قال له رسول الله: يقول لك على العهد وعلى الوعد، نلتقي في العام القابل. قال: وهذا يكفي. وظل أبو سفيان يقول: أعلو هبل، وعمر يصرخ يقول: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال له عمر: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا
ولا مولى لكم. جمعوا عزالهم وتحرك جيش الشرك، ونزل النبي إلى الوادي فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال نتبعهم لنرى أين يقصدون، ربما دخلوا ديارنا، ربما اتجهوا إلى المدينة. فساروا خلفهم فوجدوهم يتجهون ناحية مكة، فقال النبي الآن كفيتم، الآن كفيتم، هيا لنعود إلى أرض أحد لندفن موتانا وشهداءنا. جلس النبي وقام الصحابة يجمعون الجثث من الشهداء، فلما أحضروهم تفقدهم النبي ثم نظر وقال مالي لا أرى الحمزة؟ فسكت الصحابة لأنهم رأوا المنظر. مالي لا أرى عمي الحمزة؟ فسكت الصحابة. قال أهو في الشهداء؟ قالوا إي وربي. قال شهيدا؟ قالوا له نعم. قال ألا تدلوني على مكانه؟ قالوا نحن نريحك يا رسول الله وسنفعل المطلوب. قال ألا تدلوني على مكانه؟ قالوا يا رسول الله سننفذ ما تأمر به. قال أهو مثل به؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال دلوني على مكانه الآن. فساروا أمامه، فلما وصل ونظر النبي جلس يبكي وقال والله يا عم ما مر بي موقف أشد غيظا من هذا الموقف، والله يا عم لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن بجسس 30 رجلا منهم، وفي رواية 40 رجلا منهم، وفي رواية 70 رجلا منهم. فرد الصحابة من تأثرهم بكلام النبي وقالوا وعدا علينا يا رسول الله لئن نصرنا الله وأظهرنا على قريش لنمثلن بهم مثلة يتحدث بها الزمان. لم تجري على صعيد الحروب أبدا. وجلس النبي يبكي على عمه، فهبط الأمين جبريل بأوامر من العلي الجليل، آيات من سورة النحل يقول له فيها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فتأثر النبي من التوجيه الإلهي وقال أيها الناس لن نمثل بجثث أحد، فإن ربنا أمرنا ونحن نقول سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة ونحن لك تبعا سمعنا وأطعنا يا رسول الله. ثم نظر النبي إلى جثة عمه، بقايا جثة، بقايا جثة، شوهوه وقطعوه وعبثوا في جثته الشريفة وهو سيد الشهداء. فقال النبي والله الذي لا إله إلا هو لولا أنها تصبح سنة من بعدي أو يصل الأمر إلى عماتي لتركته حتى يكون في حواصل الطير وبطون السباع ويجمعه الله يوم القيامة ليأخذ حقه، لكني أخشى أن تكون سنة من بعدي. فجاءت عمته صفية تتهادى، سمعت وقالت أين أخي الحمزة؟ قال النبي ادفعوها بعيدا حتى لا تراه. فوقف الصحابة أمامها لا ندري أين، قالت أنا أريد أن أودع أخي. قالوا لها لا ندري أين هو. قالت يا محمد؟ قال نعم يا عماه. قالت يا ابن أخي عمك أخي سمعت ما قالوا أنهم مثلوا به، أليس هذا في سبيل الله؟ أليس هذا استشهادا وجهادا في دعوة الله؟ أنا والله لن ألطم خدا ولن أشق جيبا ولن أدعو بدعوى الجاهلية، لكني أريد أن ألقي نظرة الوداع على الحمزة، فلم تحول بيني وبين هذا؟ فأشار النبي لأصحابه أدخلوها، فدخلت وجلست ووجدت النبي دامع العين،
فأخذت تبكي بحرقة وبحسرة وتردد أبياتا من الشعر تقول فيها: بكت عيني وحق لها بكاها، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله. غدا تقالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ وقد أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. عليك سلام الله في جنان، مخالط نعيمها لا يزول. عليك سلام الله في جنان، مخالطها نعيم لا يزول. في سبيل الله يا حمزة، في سبيل الله يا حمزة، في سبيل الله يا حمزة. وكان هذا الموقف من أشد المواقف التي اهتز النبي فيها وحزن على عمه وعلى كل من استشهد. ولكن إذا سأل سائل: كيف يهزم جيش فيه رسول الله؟ لنستخلص العبرة، لو أن رسول الله كتب له النصر يوم أحد وانتهى النصر على خير، ما سمع أحد من الصحابة أمرا لرسول الله بعد ذلك. خالفناه ونجحنا، عصيناه وانتصرنا، لكن لا بد وأن توضع النقاط فوق الحروف حتى يسمع كلامه. فمخالفة رسول الله وأوامره دعوة إلى الهلاك وإلى الفشل. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان لا بد من تصحيح الإيمان وسلامة العقيدة وإحسان الظن وتنفيذ أوامر رسول الله والالتزام بها. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الوقفين عند حدودك، اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم إنا نسألك نصرا كنصرك لعبادك يوم بدر. اللهم لا تتخلى عنا في أوطاننا، ولا تتخلى عنا في تمسكنا بديننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليك فيها معادنا، وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم سلم المسافرين والمسافرات والمعتمرين والمعتمرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. اللهم سر به أعمالنا وأسعده بأحوالنا، نسألك الستر والقبول. ها نحن دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، والله عليم بما تصنعون. وأقم الصلاة.